علاش الرياضيين ما نجحتش؟ ما نعرفش شنو تيدير. المدرب تاع عمار خذا الشوا تاع حسين وكوليبالي، نحترم الشوا هذاك. وانا حكيت لك بكري معناها راني مانيش كاريري كل ما شاديش البنك كاريري كامل توا 13 سنه سينيور، عملت عام برك في الاسبيرونس ديت بنك هاو سينو ديما نلعب. كان فما وضع لي وقتها كوليبالي وغيلان وحسين هو غيلان. حسين وحسين وكوليبالي تيتيلير، وانا وغيلان كل مره واحد نتنافس على شكون التروازيام، فهمت؟ التروازيام معناها ديما اللي يدخل ولا ديما اللي يغيب واحد يلعب. لعبت انا الماتش اللي لعبتهم كانوا باهيين. لعبت 10 مقابلات كهو. لعبت 10 تيتيلير والاخرين رومبلاسون، ندخل ولا جرادا. بعد كهو حتى حكيت مع سي عمار في اخر الموسم، حكيت له على اساس نحب نلعب السيزون الجديد نحب نلعب. ما حسيت اني مش نلعب خاطر جاي فرجاني، فهمت؟ جاي فرجاني وعملت وقت مع بعضنا حكيت شهر ونص في تبرقه عملنا ستاج، حسيت روحي مش نلعب. كوليبالي وحسين وفرجاني وغيلان ما عرفت روحي مش نلعب، مشيت على روحي. وبورتون راهو اسبيرونس معناتها اقترحوا عليا كان نحب نبقى هاك موجود وتلعب معنا وقت تستحقوك موجود، اما خير ما حبيتش روحي كنت تروازيام كاتريم ما حبيتش، انا مشيت خاطر انا نحب نلعب ديما. ديما نحب نلعب كل يوم، نحب ديما تيتيلير وديما كيما نلعبش هكا نحس الجو تاع الكره تاعتي. في الستاج ما حسيتش روحك في مخ عمر السويح معناها ظاهر معمل على البقيه؟ لا هو تو جايبين فرجاني معناتها تبارك الله معناها برشا فلوس برشا فلوس، مش بشد البنك دونك هذا باهي الخير باش يلعب. ويستحق بالطبيعه. حسين كيف كيف معناها كابيتان يستحق قبلك؟ لا لا يستحق باش يلعب كي جاي معناها مش جاي يبي له يشد البنك، ما كاينش مقارنه بيانا لا انا ديما شوف روحي نحب نلعب. حسين وكوليبالي وهو جاي باش يلعب دونك هكا نمشي عاد نشوف. انت كي جيت ما كانش عمار كان انيجو. اي انيجو زاد يحبني على الاخر ولعبت عنده لعبت شويه مع انيجو. لا لعبت برشا مع ماتشات كنت تدير مع انيجو. اما الفريق ما كانش ماشي وقتها ما نجحش الفريق. إيه طبيعي فاز ترانزيسيون طبيعي عادي رغم اللي اسمه مازال الكيب ما ركحتش، فهمتني؟ الكيب مازال ما ركحتش جاي من نوام وقتها. اي جاي من مارسي. شوف خرج الديناسيون تاع دراجي ومساكني وافول ويانيك واحد سي نورمال معناها الجينيراسيون اللي بعدها بشخ شويه وقت. ديجا من 2015 ليسبيرونس راك حتى 2018 مشات الشامبيونز ليغ ولات كيب سوليد. دونك لازمك شويه وقت، فهمت؟ دونك مشكلتنا في تونس ما نصبروش، فهمت؟ هكا هو انا سي عمار وقتها راهو علاقتي به باهيه، ما نلعبش عنده اما نحبه يحبني وعلاقتي به باهيه. معناها ما انا ما نقيمش العباد على كان لعبت راهو مدرب باهي وكان ما لعبتش راهو خايب. لا بالعكس انا ما لعبتش عند سي عمار ونحبه على الاخر، فهمت؟ مشيت قلت له ما نحبش نقعد على البنك. لا حكيت معاه انا قلت سي عمار نحب نحكي معاك الموضوع، انا يا اخي باش نلعب معناها اسكو باش ناخذ طون جي ولا راه مش بالضروره طون جي راه يكون انا التيتولير ديما. اي معناها ديما في حساباتي. اعطيني فرصه اعطيني وقتي. لا اسمع في الاسلام راه في الجمعيات الكبار ما صبروش ما فماش فرص، انت تقلع الفرصه بتاعك وانا قابل كونكيرونس، فهمت؟ لكن عندي هيك شويه واقعيه اللي تحس روحك ماكش باش تاخذ طون جي تفهم تفهم بالطبيعه. انا جيت 28 سنه من صغير كما كي مشيت له فيليب كنت صغير ما فهم حاجات ما زلت مانيش ناضج فيهم معناها نفهمهمش. راه مش بالسهل باش نجي انا من الجنوب معناها نحكي شو من الجنوب معناها نحكي في بلاد جديده عارف ما تراديسيون اخرى وتقاليد اخرى وعيشه اخرى وحركه برشا ماهيش سهله ماهيش سهله مع طبيعتي اللي انا نحب هكا كل شيء يكون بروفيسيونيل وكل شيء يكون واقعي وما فماش خلفيات ما في الكليه بختك كنت جديد مش فاهمها. ما كي جيت لاسبيرونس لا سي بون لاسبيرونس ملقح وعارف روحي اش نعمل اش ما نعملش. لكن ما كي حكيت مع سي عمار ما شفتش هو راهو الحقيقه اقترح علي نبقى خليك موجود معانا تو نستحقوك تلعب. انا خويا طبيعي باهي ولا خايب هذايا مضايخ، لكن انا نحب ديما نلعب. انا كي نمشي نترينا ونروح روم بلاصون نبدا هابل في مخي كيفاش ما نلعبش، مع احتراماتي للناس اللي تلعب في نفس البوست. ايوه لو انت تعرف اكثر مني هذيك الكوره معناها فما لاعبين اساسيين فما لاعبين احتياطيين فما لاعبين يدخلوا وسط اللعبه يقلبوا اللعبه هذيك اللعبه. شوف راه ما فماش بيفو يدخل يقلب الطرح، فما جوسي ما نعرفش اتاكون يدخل يجيب الطرح. مي بيفو انا 13 سنه سينيور عملت عام برك. انت ماكش بيفو بيفو ريليير. اي كمان معناها فماش ريليير يدخل ديما ورقه رابحه ولا حاجه. انا 13 سنه كيما حكيت لك اسلام راني عملت عام برك الاسبيرونس بناك راني ما
فيها حاجه 13 عام تلعب ديما تيتولير عندك كتابه زاد عند مدربين الكل تحكيش معي لا لا ثمانية انا ترينت عند 28 اونترونير ما خدتش حتى واحد فيهم بنك كان عمار السوايع ايه كان عمار السوايع مش خاطر هو مش مقتنع بيا ليه خاطر فما وقتها هو راد كواليتي معايا كما حكيت لك معناها جا فرجاني وجا كوليبالي وحسين وغيلان تبارك الله ونحكي لك معناها راهو ملاعبين كبار برشا دونك ما لعبتش نخرج حتى مهما يكون الملاعبي معناها كي تجيب ما نعرفش شكون ما نعرفش باش نلعب نمشي على روحي مشيت للكويت ايه مشيت للكويت عملت عام مشيت بتيست يا اخي لا 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 خاطر قريت كانه في مشيت عملت تيست في تركيا ولا حاجه هكا لا 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 جميل دخلتها تركيا اصلا مشيت بعثوا لي كونترا على الواتساب لهنا صح خاطر استغربت معناتها ملاعب من اسبيرونس باش يمشي لكافما في الكويت يمشي بتيست خويا عطاوني اوفر كبير وبعثوه لي تونس كل عقد صححته هنا ومشيت معناها بظروف ممتازه برشا وحسيت روحي باش نلعب وحبيت نخرج نعمل اكسبيرونس جديده وليت وقتها نشوف الكوره في تونس وليت في الكيف كيف الكوره تنحالي في تونس وليت وسكرته باب تونس هذا سكرته مشيت على روحي الكويت وعملت عام باهي وحبوا جد معايا اخي مشيت السعوديه خدت السعوديه عندها اسم في الكوره اكثر صحيح اخي في تحصل لعب في بطوله الكويت وقتها ولا احسن هدف احسن هدف اي احسن هدف لعب في الكلوب وفي الاسبيرانس شركة زوج جمعيات كبار شنو الفرق بيناتهم؟ بون كوتي بيبليك ما تحكيش راهو زوز معناتها عندهم بيبليك معناها تبارك الله مي ممكن الاسبيرونس خير في النظام معناتها الاسبيرونس اكثر نظام يعرفوا شو يعملوا بالكدا فهمت الكلوب اللي نشوف فيه انا حتى بعد ما خرجت ياسر الناس تتاكي في بعضها في الكواليس اذا كان انا مانيش في الكوميتا معناها نضر الناس اللي تخدم الاسبيرونس ها هو من وقتاش من شد حمدي المد برئيس الاسبيرونس وهذا حمدي المد برياض بنور يحكم الكلوب لا الناس الكل تحكم والاسبيرونس هذاك علاش ناجح زوز من الناس يحكموا يعرفوا شو يعملوا وعندهم الكفاءة اللازمة والاكسبيرونس اللازمة يسيروا في جمعية كبيرة وماشية وناجحة وتتريموا الكلوب بيبليك يلعب بيبليك فريمون انا جامي في معناتها بيبليك الكلوب راهو حاجة تدوخ معناها الحقيقة بيبليك تاع الكلوب جامي في لكن مشكلتهم خويا الاداره ورؤساء النوادي يتاكوا في بعضهم وهاك شفت انت ونصت الكليب على خاطر الكواليس نحكي لك عليها مي كوتي جواريت وببليك معناها الكبير كبير. شكلك بعدك قلت لي تبدلت شويه كي جيت من الجنوب نجم نقول ما دخلتش في الكلوب ولا في الاسبيرونس كيف ما دخلتش بالبيع في الجروب خاطر انت طبيعتك شويه حشام شويه هكا جاب لي روحك شويه ولا حكيت لك جيت من الجنوب معناها راهو ما نحكيلكش معناها حاجه هكا معناها هذه عيشه وهذه عيشه لا نحكي لك معناها شوف تومبيرامو بتاعي ما ركبش ديريكت على العيشه هنا العباد هنا راه ما ركبوش على بعضهم ديريكت لازم شويه وقت كي جيت الاسبيرونس كانت معناتها عباره في داري فهمت دخلت في الجو مع العباد دخلت في الجو صحيح عاد ما واحد ما يغلص مرتي ومع الكلوب كان فما شويه هكا بعيد شويه انا جيت حشام هكا وصغير معناتها من قردين وكل شيء دونك سي نورمال معناها البريود الاولى ماكش باش وهنا في الكلوب راهو جماعات كبار ما يصبرش عليك سي نورمال ومن حقهم مي كرويا في التيران ما نعرف حد راهو انا برا حشام وكل شيء كله معناها متربي وكل شيء مي في التيران ما نعرف حد بابا ما نعرفوش ترى نخدم على روحي وما نخافش ونلعب فينال ونلعب ما نعرف شنو ديما بالعكس نبدا توب معناها فرحان وموتيفي ديما باهي بعد شوي نحكيو ايضا على علاقتك بالمنتخب بقيت تجاربك فاصل موسيقى بعد شوي وليد يجيكم في فلاش بوس ومكملين حتى لما تلفونس